بسم الله الرحمن الرحيم. لارنس يعني الحنجرة دي جزء من الريسبيراتو سيستم، الجهاز التنفسي اللي هو دايجرام قدامنا دي، يتكون من النوز فارنكس وبعدين لارنكس. اللارنكس بالمناسبة هينتهي ويكمل بالتركيب. ارجع تاني للفارنكس، ثلاث اجزاء: نيزو فارنكس، اورو فارنكس، لارنجو فارنكس. الجزء اللي باللون الاخضر ده بتاع اللارنجو فارنكس هو اللي هدخل منه انا على اللارنكس، وهو نفسه يقابل في الطول اللارنكس، يعني النهاية بتاعت الفارنكس اللي بيكمل الاسوفجس تقابل النهاية بتاعت اللارنكس اللي هيكمل يبقى التركيب. لارنكس مرة تاني الحنجرة، beginning of the larynx و end of the larynx، ليها بداية ليها نهاية. ملحوظة دايما بصراحة، أي أنبوبة المفروض أبقى عارف بدايتها وعارف نهايتها، كانت إيه وبيجت لارنكس وهتكمل وتبقى إيه بعد كده، والليفل بتاع كل واحدة فيهم فين بالظبط على البادي كسيرفس أناتومي، البداية وفين النهاية. تعال نشوف مع بعض. البيجنينج اوف ذا لانكس البداية بتاعته لارينجيال انلت، يعني المدخل بتاعها اوبنز انتو لارينجيال بارت اوف ذا فارنكس، تفتح في الجزء اسمه لارينجيال بارت اوف ذا فارنكس، يعني الجزء الحنجري من البلعوم. الكلام ده يقابل البادي اوف ثيرد سيرفيكال فيرتيبرا، قابل الجسم بتاع الفقرة رقم 3 عنقية. نهاية اللارنكس يكمل يبقى تركية، والكلام ده عند اللور بوردر بالكريكويد كارتليج. الكريكويد كارتليج ده بالمناسبة واحدة من الكارتليجز اللي موجودة في الول اوف ذا لارنكس، تقابل اللور بوردر بتاع السكس سيرفيكال فيرتيبرا. تعال نشوف مع بعض الدياجرامات دي اللي موجودة هنا. في دياجرام يمثل الجزء اللي عدى من الريسبيراتوري سيستم، وبصراحة متدايجستر كمان. الجزء اللي فوق ده اللي واخد لون مميز اللي احنا شايفينه ده عبارة عن النوز، بالطبع جواها النيزال كافيتيز اللي هتدخلني على الجزء اللي من الفارنكس بيقابل النوز اللي احنا بنسميه نيزو فارنكس، خدناها من الحلقة السابقة. وبعدين جابوله كمان جزء بنفسجي اهو اللي هو الجزء بتاع الماوث اللي يقابله الجزء اللي من الفارنكس اللي بنسميه اورو فارنكس. الجزء اللي بالاحمر هنا عندي ده هو ده اللارنكس، وجباله جزء بالاخضر اللي وراه ده الجزء اللي بنسميه لارينجو فارنكس. يعني بمعنى تاني اللارينكس يقابل الجزء اللي من الفارنكس واخد نفس الاسم لارينجو فارنكس. تعال نشوف هنا في الدياجرام التاني ده منه. اللارينكس من اول بدايته حاجه اسمها ايبيجلوتس الابر بوردر بتاعها، وانزل لغايه اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج اللي هي دي، اللي وراها الجزء ده اللي هو اللارينجو فارنكس. قدامي اللارينكس هيكمل يبقى التركية، وقدامي كمان الفارنكس يكمل يبقى الاسوفكس. تعال نشوف الدياجرام ده عشان الليفل بقى. انا عندي بالمناسبة عشان اعرف الحدود هنا الاطلس اللي هي رقم واحد في السيرفيكال فيرتيبري، وبعدين دي نمرة اتنين اللي هي بنسميها الاكسس. الاكسس بالمناسبة لها دينس اللي بيعمل ارتكوليشن مع الاطلس الافقية، فملحوظة انه شايف انه الاكسس كبيرة، لانه في الحقيقة البادي بتاع الاطلس ملهاش بادي، ده ارش اتاخد واتضم على البادي بتاع الاكسس، وكأنه الاكسس الدينس بتاعها يمثل البادي بتاع الاطلس اللي فوقيها، وده مطلوب بصراحة عشان الارتكوليشن بين الاطلس والاكسس. الاطلس بعد كده الاكسس اللي احنا عليها حاليا الليزر، يبقى ادي اطلس ادي اكسس، يعني واحد اتنين، هدخل على النمرة تلاتة. الفاصل بينهم الديسك اللي هو الانترفيرتيبرال ديسك اللي ما بين اتنين وتلاتة، وبعدين هدخل على اربعة برضه في ديسك ما بينها، وبعدين دخلت على خمسة والديسك اللي بينهم، وبعدين ادي الديسك اللي ما بينها وبين ستة. ستة دي في الدياجرام نفسه اللي هو البوردر بتاعها لما امشي بيه بالعرض هيوصلنا عند اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتج اللي هي اللي احنا شايفينها لونه مميز ده، دي عبارة عن الكريكويد كارتج، هي اللور بوردر بتاع اللارنكس، وفي نفس الميعاد هو الليفل
اللي يقابل اللي هو البيض بتاع السيرفيكال فيرتيبرا رقم 6، وده في حد ذاته ليفل مهم جدا بصراحه. دي حاجات تانية غير انه هو نهايه الفارنكس اللي هتكمل اسوفجاس ونهايه اللاركس اللي بتكمل تركي. فريم ورك اوف ذا لاركس، فريم ورك معناها يعني الهيكل بتاع اللاركس، في كارتلي، ابيجلوتس، ثيرويد، كريكويد. هنا حتى في الدياجرام الثاني دي ابيجلوتس الكبيره دي، ثيرويد كارتلي، كريكويد كارتلي مقطوعه تحت اللي هي نهايتها، خدناها نهايه اللاركس هنا بالنسبه للدياجرام ده اللي هتكمل تركي. وادي كريكويد في اللي فوق بالمناسبه اللي هو البورد بتاعها مره ثانيه. في ممبرينز مستعين بالدياجرامات، ثايرو هايود ممبرين، في ليجامنت ثايرو هايود ليجامنت. هنا الفرق بين الليجامنت والممبرين اللي واخدين نفس الاسم انه الليجامنت اللي هو الرباط عباره عن ثيكنينج في الممبرين الغشاء. المسلز موجود في الدياجرام الثاني اللي تحت اللي احنا جايبينه كامثله للمسل المقطوعه في الدياجرام، اري ابيجلوتيك ماسل اللي هي دي. لو نزلنا لتحت كمان هنلاقي ثايرو اريتينويد ماسل اللي هي دي. طيب الكلام ده لاين باي ميوكس ممبرين، يبقى الدياجرام اللي قدامنا ده متبطن بالميوكس ممبرين. يعني ده كلام هيستولوجي كتركيب للارنكس. الكارترز اوف ذا لارنكس بقى نمره واحد ثايرويد كارترز، اكبر واحده فيهم، اوضح واحده فيهم اللي قدامنا دي ثايرويد كارترز. ومنظر ده منظر من ناحيه الامام، ده منظر من الجنب بالمناسبه اللي قدامنا، ده مقطع فيها، ده البصير بوردر بتاعها. انا جبت كذا شكل عشان تتشاف من كذا ناحيه. كريكويد كارتليج اللي هي دي، كريكويد كارتليج تشبه الخاتم. اريتينويد كارتليج، اريتينويد كارتليج في الدياجرام اللي تحت ده اهي اللي عامله زي الهرم المثلث ده اللي قدامنا. كورنيكوليت كارتليج اللي هي موجوده عامله ارتكوليشن مع الايبكس بتاعت الاريتينويد اللي تحتيها، هنتكلم عليها في المحاضره دي ان شاء الله. كيونيفورم اللي هي دي، نستفيد من الاسماء كورنيكوليت كورن يعني تشبه القرن او هورن قرن، كيونيفورم يعني تشبه القمع. الشكل بالمناسبه ليه دور في الاسم بالطبع. ابيجلوتس الاسم المشهور بلسان المزمار اللي هي موجوده عندي هنا، باينه دي جزء منها، هنا باينه كلها بقى لما احنا شفنا من ناحيه الخلف، هنا باين جزء من الدياجرام ده، هنا بقى متاخد مقطع فيها بقى. ده الابيجلوتس اللي قدامنا ده. يبقى عيد تاني الكارتري اوف ذا لارنكس، عندي ست عناوين ثيرويد كريكويد، وهاخد نمره سته فيهم الابيجلوتس، الثلاثه دول سنجل. اريتينويد كارتليجز لان هم دول اثنين، وكورنيكوليت كارتليجز برضه اثنين، وكيونيفورم كارتليجز اثنين، فعشان كده حطيت اس في الكتابه بتاعته، لكن ما ينفعش احط للثيرويد اس لان انا بتكلم على شخص واحد. فيبقى عندي كام واحده لو احنا جمعنا؟ 3 في 1 ب 3 و 3 في 2 ب 6، 3 زائد 6 يبقى في 9 كارتليجز في اللاركس. ثيرويد كارتليج يعني غضروف الدرقي بالعربي، ثيرويد تو لامينا وتو لاميني يعني صفحتين، وهايلاين كارتليج نوع الغضروف ده هايلاين بالمناسبه، ميتنج ان ميد لاين او ان ذا ميد لاين يعني يتقابلوا في النص اهو. ادي لامينا اللي في وش دي وكلها هذه صفيحه، والصفيحه الثانيه من الناحيه الثانيه، الاثنين دول يعملوا ميتنج في النص مقابله ان في انجل، يعملوا زاويه على حرف على شكل حرف في انجليزي، وادي الفي بتاعتنا او نشوفها هنا في المقطع ده، بس الفي دي مقلوبه زي ما ادمز ابل تفاحه ادم مشهوره ان الزاويه دي بتبقى اوضح في الميل عن الفيميل. تعال نشوف هنا بالمناسبه بيشبهوا الزاويه اللي بتاعت الميل بالمسافه اللي ما بين الاندكس والميدل فينجر، ونحاول نعملهم على نفسنا، هلاقي هنا زاويه حاده تديني بتاعت الميل،
وبقانونها كمان بالمره بالمناسبه كمعلومه للسيمز بيوبز المفروض بتاع الميل الثاني يبقى اكيوت انجل. لو خدت الفيميل ناخد الزاويه اللي ما بين الفم والاندكس هنلاقيها زاويه واسعه اوسع كتير طبعا من الزاويه بتاعت اللي ما بين الاندكس والميدل، يعني دي زاويه اوبتيوز انجل زي ما بيقولوا زاويه منفرده. هيبقى هنا كمان يعني الزاويه بتاعت الفيميل، وده على فكره حتى بيبقى له تاثير على الصوت بتاع الميل عن الفيميل. واشوف الزاويه كمان اللي ما بين السيمز بيوبز بتاعت الفيميل، فكده عملنا مقارنه بين اللامنز وبين السيمز بيوبز وبين الفينجرز الزاويه اللي بين. وهنا مكتوب بالمناسبه ثيرويد انجل مكتوب عليها من 90 ل 120. طيب نيجي تاني بوستيريو بوردر اتش لامينا بقى الدرون ابورد انتو سوبيريور كورني او هور اند داون وورد انتو انفيريور كورني. تعال نبص على هذه اللامينا، اطلع لفوق سوبيريور كور وانزل لتحت انفيريور كور، وده البوستيريور بوردر اخر الدمنه ده بوستيريور بالمناسبه، والميتنج كان انتير. واحنا كده شايفين من السايد على الاوتر سيرون اوتر سيرفيس اتش لامينا على السطح الخارجي لكل صفيحه بقى في اوبليك لاين خط مايل فور اتاشمنت اوف. تعال نشوف الخط المايل الاول وبعدين نشوف الاتاشمنت بتاعه. ادي الاوبليك لاين، وتعال نشوف هنا في الدياجرام ده وادي الاوبليك لاين وادي الاوبليك لاين كمان على الدياجرام التالت. الاوبليك لاين ده اهميته في ايه بقى؟ بيديني اتاشمنت لثلاثه ماسلز استيرنو ثيرويد، يعني من استيرنم للثيرويد ثيرو هايويد، هطلع منها من الثيرويد للهايويد بقى، وبعدين انفيرو كونستريكتور ماسل اوف ذا فالنس. تنفع سؤال نظري، تنفع سؤال نمريت، تنفع سؤال ام سي كيو. يعني اعيدهم تاني، ثلاثه ماسل استيرنو ثيرويد، اخد من الاسترنم واطلع لفوق للثيرويد، وبعدين منها هي بقى ثيرو هايويد من الثيرويد للهايويد، كانهم وان ماسل بالمناسبه. وبعدين الانفيرو كونستريكتور اللي خدناها مع الفارنكس ملحوظه ات هاز تو نوتشز، مقصود بها الثيرويد كارتريج انه في اثنين نوتش، واحده سوبيريو شكلها في شيب، يعني انا عندي اثنين في كده في، لو انا اخدت مقطع في او حتى بلا مقطع في الثيرويد كارتريج اللي هو الميتنج اللي ما بين الاثنين لامينا، وفي النوتش اللي فوق دي واضحه وعامله زي حرف الفي. في انفيرو نوتش، انفيرو نوتش مش واضحه لسه برومننت، يعني اقل ظهور اقل وضوح. بالمناسبه كلمه نوتش تعريفها بالانجليزي زي ما بيقولوا انكمبليت فورامين، بمعنى ان انا لو قفلتها غالبا بتتقفل في الليفنج في اماكن ثانيه بليجامنت تتحول لفورامين، فنوتش انكمبليت فورامين يعني فورامين ناقص. كريكويد كارتليج كومبليت رينج وهايلاين كارتليج، يعني عباره عن عامله زي الخاتم، خاتم كامل متكون من هايلاين كارتليج. عندنا هنا السايد بتاعه شيب لايك سيجنت رينج، يعني زي ما قلنا يشبه الخاتم، خاتم عريض مش زي الدبله زي ما بيقولوا، ده خاتم عريض من ناحيه الخلف ضيق من ناحيه الامام. هاز انتيريور ارش اللي هو الضيق يبقى انتيريور ارش، بوستيريور لامينا اللامينا عريضه اللي هو الجزء الخلفي، او شوفوا احسن في الدياجرام ده بوستيريور لامينا صفيحه من ناحيه الخلف ارش من ناحيه الانتيريور دايره كامله. On each side of the lateral serves facet for articulation with inferior cornu of thyroid cartilage. وادي اللاترال سايد اللي احنا عنده ومكان الفاسيت for articulation with the inferior horn or cord of the thyroid cartilage. On each side of the upper border facet for articulation with base of arytenoid cartilage. هنا فاسيت فور ارتكوليشن مع الارتينويد كارت، ادي واحده وادي الثانيه من الناحيه الثانيه، اساس الارتينويد الناحيه دي والناحيه دي، وبالمناسبه برضه الثيرويد على الناحيتين، هي صح الثيرويد 1
كارتريج لكن لها دولبين، فكل واحدة فيهم عاملة ارتكوليشن مع الكريكود كارتريج. نشوفها هنا ونشوفها من الناحية التانية اهو، ونشوفها كمان في الدياجرام التالت ده على السايد، ده مكان الارتكوليشن مع الثيرويد، وادي الارتكوليشن مع الارتينويد هنا موجودة في الدياجرام اللي مكانها مرة تانية اهو، ومكانها مرة تالتة في الدياجرام الأول. All these joints are synovial joints. كل الجوين دي اللي قدام يعني الاثنين دول اللي هي واحدة من يمين وواحدة من الشمال زي ما بيقولوا، والاثنين اللي فوق دول الأربعة دول عبارة عن synovial joints. وده طبعا مطلوب عشان الموفمنتس، خدته زمان في الانترودكشن، في أنواع الجوين، في كارتلاجناس، في فايبرس، في synovial اللي فيها free movement هي synovial joint. طبعا تفرق من حسب الشكل بتاع الارتكوليشن مع بعض، مدى الحركة. ابيجلوتيس لسان المزمار، ليف شيب تشبه الورقة، الاستيك كارتليج يعني متكونة من غضروف مطاط امر الاستيك. تعال نشوف كلمة شكل الورقة بقى، ليف شيب ادي الورقة اللي قدامنا دي اهي، ورقة شجر تاني حتى هي واتاتشد هنا برضو ليف شيب. هنا اما المقطع فيها فالجزء اللي باين منها الجزء ده، اما شكلها كله جزء العلو منها. طيب connected to the tongue by واحد ميديان واثنين lateral glosso epiglottic folds، يعني مربوطة مع التانج بثلاثة folds، الثلاثة واخدين اسم الاستراكشر اللي ربطوه ما بين الاثنين يعني التانك والابيجلوتس. واحد ميديان ادي الميديان جلوسو ابيجلوتيك فولد اللي هو ده، وده بالمناسبه للستراكشر قدام ده اللي باين منه حته عباره عن التانك اللسان. اثنين لاترا جلوسو ابيجلوتيك فولدز، وادي واحد من الناحيه دي وواحد من الناحيه الثانيه. دايما لما تبقى ستراكشر ميديان بيبقى سنجل، لاترال يبقى بيرد، الا لا بقى لو ستراكشر ما فيش الا في ناحيه واحده. لكن هنا يعني اثنين لاترال واحد ميديان، الثلاثة اسمهم جلوسو بجلوتيك فولدز، الميديان ميديان واللاترال لاترال. كونكتد تو ذا بادي اوف ذا هيويد بون، مربوطين بالبادي اوف ذا هيويد بون، ده البادي بتاع الهيويد بون المكسور ده بالمناسبة، بهايو بجلوتيك ليجامنت، وده الهايو بجلوتيك ليجامنت. كونكتد تو ذا ثايرويد كارتل بالثايرو بجلوتيك ليجامنت، دي ثايرويد كارتل مقطوعة، الابيجلوتس الجزء الاخراني ده مربوط بها بليجامنت، ثايرو ابيجلوتيك ليجامنت. او تعال نشوفه هنا في الدياجرام الثاني ده، ده الثايرويد المقطوع برضو البادي بتاعها، وادي الابيجلوتس احنا خدناها من شويه اهي، الشكل بتاعها مربوطه مع البادي اوف ثايرويد كارتليج بثايرو ابيجلوتيك ليجامنت. او حتى نشوف في الدياجرام الثاني ده، انا بجيب بصراحه من كذا مصدر عشان يعني اللي ما يبانش كويس في الدياجرام ده نشوف في التاني، او نعمل مقارنه بينهم حتى. ثايروبيجلوتيك ليجامنت في الاعاده افاده. كونكتد تو ارتينويد كارتليج باي اري ابيجلوتيك فولز، ادي ابيجلوتيس وادي الارتينويد، هوصل ما بين الاثنين، اخد من الابيجلوتيس الجزء ده وانا ونازل لغايه ما اوصل للارتينويد بنسميه اري ابيجلوتيك فولز، وده بالمناسبه على السايد اوف ذا انلت اوف ذا لانكس اللي هو هنا بقى، وادي الاري بلوتيك فولد، اري بلوتيك فولد. بالمناسبه الاري بلوتيك فولد بنعمل كونكشن ما بين اريتينويد وبلوتيس، لكن خد في سكته الكورنيكوليت وكيونيفورم كارتليس، الكورنيكوليت اللي على طول على الابيكس اوف ذا اريتينويد، والثاني اريتينويد كارتليس بقى هنا اثنين بيراميد الانشيب شكلهم هرمي اللي قدامنا ده، ادي واحدة وادي التانية، او نشوف في المنظر اللي هنا اللي موجود، او نشوف المنظر ده. situated on upper border of lamina of cricoid cartilage، اهي موجودة على upper border lamina cricoid cartilage، دي cricoid cartilage احنا اللي خدناها قبل كده، وادي التانية بتاعتهم الاثنين موجودين يعني من ناحية البوستير لو خدنا البال، وادي lamina cricoid cartilage عليها lamina cricoid cartilage، هنا اللي في وسط الدياجرام ده معمول مقطع بقى. Each cartilage has apex above supports corneculate cartilage. الابيكس اللي هي فوق هنا
هنا بقى ادي الابكس وعليها الكورنيكوليت كارتيك ابكس ابكس. طيب ليها بيز بلو ده تحت ارتكوليت مع الكريكويد كارتيك، وادي الكريكويد كارتيك وادي البيز بتاعتنا. او نشوف هنا تاني ادي البيز وادي الابكس. الابكس هي طبيعي القمه اللي فوق والقاعده اللي تحت، القاعده مع الكريكويد كارتيك، الابكس مع الكورنيكوليت كارتيك. has vocal process produces horizontally forward gives attachment من اسمه للvocal ligament. فين الvocal process؟ انا جبت الدياجرام ده مخصوص عشان هنا بقى عندي vocal ligament وماصل اسمه vocalis اللي هو ده الvocal ligament وده الvocal ligament بتاع الناحية التانية. طبعا دول اشهر من نار على العالم الvocal ligaments المسؤولين عن الصوت. المسكولار بروسيس بقى بروديكس لاترالي المسكول من الناحيه الثانيه بقى، المقطع ده يخدمنا وادي اللاترال اهو المسكولار بروسيس ماسكه فيها مصر، عشان كده سموه مسكولار بروسيس، وعشان كده ده برضه سموه فوكال من الاسم. جيفز اتاشمنت تو بوستيرو لاترال كريكو اريتينويد، ادي الاثنين دول كده اللاترال كريكو اريتينويد ودي البوستيريور كريكو اريتينويد، ماسكين فين؟ في المسكولار بروسيس بتاع الكارتج بتاعتنا اللي هي الارتينويد كارتج اللي قدامنا دي. وفي الدياجرام ده مكتوب اهو مكان الفوكال بروسيس ومكتوب مكان الماسكولار بروسيس. ونأكد هنا كمان في الدياجرام ده ادي البوستيريور كريكو ارتينويد في الماسكولار بروسيس اللي هي مقطوعه في الدياجرام التاني. كورنيكوليت كارتج دول عددهم اثنين بصراحه، يعني دخلنا على اصغر كارتج موجوده في اللارينكس هي والكونفورم اللي بعديها الارتكوليت ويز ابيسز اوف ارتينويد كارتج، يعني تعمل تمفصل مع الابيكس اوف ارتينويد كارتج اهي الحته الصغيره دي كورنيكوليت كارتج. كورن لايك جيفز اتاشمنت للاري ابيجلوتيك فولد، وادي الاري ابيجلوتيك فولد. كونيفورم كارتريج دول عددهم برضه اثنين، رود شيبد بيسز اوف كارتريج يعني عاملين زي العصيان زي ما بيقولوا، وكونيفورم قمعيه الشكل عامل زي الاقماع عشان كده دي اسمها بليست وان ان اتش اري ابيجلوتيك فولد، هو محطوط كل واحد في اري ابيجلوتيك فولد، طبعا واحد في الرايت واحد في اللفت. ده ما عملش ارتكوليشن مع حد، يعني لا مع الكورنيكوليت ولا مع الابيجلوتس من فوق، هو وجود وسط الابيجلوتيك فولد. ممبرينز وليجامنت اوف ذا لارنكس ناخد الليسته دي، ثيروهايود ممبرين، ثيروهايود ممبرين، ميديان ثيروهايود ليجامنت، ميديان ثيروهايود ليجامنت، لاترال ثيروهايود ليجامنت، لاترال ثيروهايود ليجامنت المفروض على الاخر بوستيريور، لاترال ثيروهايود ليجامنت، وبعدين كريكو تراكيال ليجامنت، فايبر الاستيك ليجامنت، كوادرانجولار ليجامنت او كوادرانجولار ممبرين معلش، فيستيبولار ليجامنتس، كريكو ثايرويد ليجامنت، فوكال ليجامنت، هايو ابيجلوتيك ليجامنت، ثايرو ابيجلوتيك ليجامنت. يعني تعال شوف تاني مع بعض على كده، عندي ثيروهايد ممبرين
فايبرو إلاستيك ممبرين. ايه هو الفايبر إلاستيك ممبرين؟ ده عبارة عن ممبرين موجود بنيث ميوكس ممبرين لايننج ذا لارنكس، يعني هو اللي مبطن اللارنكس اللي احنا قدامنا ده. المقطع ده فيه اللارنكس، دي البداية بتاعته الأبر إند أوف ذا إبيجلوتيس، وده النهاية بتاعته اللور بوردر أوف الكوكاس، زي ما عدى معانا مع بداية المحاضرة. ونشوف تاني برضه على الدياجرام التاني، ادي الابر اند اوف ذا ايبيجلوتس وادي اللور اند اوف ذا كرينكويد كارتريج اللي هي دي. فمبطن الانر وول، الجزء ده متبطن، ده بالمناسبه متشال منه ميوكس ممبرين، فاللي احنا شايفينه ده يعتبر جزء من الفايبر الاستيك. هنا بقى الفايبر الاستيك مش باين لانه متغطي بالميوكس ممبرين اللي قدام. طيب كوادرانجولار ممبرين بقى الابر بارت وفايبر الاستيك ممبرين، الجزء العلوي منه نسميه كوادرانجولار، يعني ليه اربع اضلاع. تعال نشوف على الدياجرام ده كوادرانجولار ممبرين اللي معمول هنا ده. ده ديب ميوكس ممبرين، ده الجزء العلوي من الفايبر الاستيك ممبرين. الابر بارت من فايبر الاستيك ممبرين اكستنس بتوين ايبيجلوتيس اند اريتينويد كارتليكس، ده المسافة اللي ما بين الإبيجلوتيس والأريتينويد كارتليج، هو هنا المتلون عندي أدي الإبيجلوتيس وأمشي معاها لغاية الأريتينويد اللي قدامنا ده. الجزء ده بنسميه كوادرانجولار ممبرين. فيستيبولار ليجامنت اللور مارجن أوف كوادرانجولار ممبرين، آخر جزء تحت بنسميه الفيستيبولار، هو بصراحة فولد جواه الليجامنت، يعني أنا أشيل بس ميوكس ممبرين يبقى ليجامنت. فعشان كده في الدياجرام مكتوب رايت فيستيبولار فول، وهنا احنا في الكلام مكتوب فيستيبولار ليجامنت لوور مارجن وكوادرانجولار ممبرين، اللي هو الجزء اللي ديب للميوكس ممبرين اللي مغطي الجزء اللي فوق من الكافيتي اوف ذا لارنكس. كريكو ثايرويد ليجامنت لور بارت اوف فايبر الاستيك ممبرين بنسميه كريكو ثايرويد ليجامنت، ونبص شاء الاسم موجود، الجزء ده عندي اسمه كريكو ثايرويد ليجامنت. هنا في الدياجرام الثاني متغطي بميوكس ممبرين، عشان كده مش شايفين الليجامنت نفسه، يعني هو كريكو ثايرويد ليجامنت. لكن لو احنا خدنا الجزء الديب بتاعه اللي هو ده الموجود بالاخضر على الناحيتين، ده كريكو ثايرويد ليجامنت. الفوكال ليجامنت الابر مارجن كريكو ثايرويد ليجامنت، ادي كريكو ثايرويد ليجامنت وادي الفوكال ليجامنت، الناحيه دي رايت الناحيه الثانيه ليفت. الانتيرو اند للفوكال ليجامنت اتاتش للديب سيرفيس اوف ثايرويد كارتليج، انا مقطوع عندي دي ثايرويد كارتليج وهو من ناحيه الديب سيرفيس او الانر سيرفيس، اساس الناحيه دي تبقى الاوتر سيرفيس، بالنسبه الناحيه دي انتيريور الناحيه دي بوستيريور، يعني لو كتبنا بوستيريور صح كتبنا ديب صح، كتبنا حتى انر بتاع ثايرويد كارتليج برضه صح. البوستيريور اند بقى للفوكال كورد نفسه اتاتش للفوكال بروسيس اوف ارتينويد كارتليج، ده الفوكال بروسيس اريتينويد كارتليج، هنا دي كلها على بعضيها اريتينويد كارتليج، وده الفوكال بروسيس اللي هو يعني ناحيه الفوكال ليجامنت اللي هو يمثل الفوكال كورد، هو في حد ذاته الابر مارجن او الابر اند اوف كريكو ثايرويد ليجامنت، وده في نفس معاد اللور بارت بتاع الفايبر الاستيك ممبرين. هايو ايبيجلوتيك ليجامنت، يبقى هاخد كلمه هايويد مع ايبيجلوتس اتاتشد، ادي الهايويد بول خدت منها كلمه هايو، وادي الايبيجلوتس ناحيته هايو ايبيجلوتيك ليجامنت فروم ايبيجلوتس تو هايويد بول، انا كان ممكن نسميها ايبيجلوتيكو هايويد مثلا يعني، بس حاسس انه اخف كده هايو ايبيجلوتيك، المفروض من هايويد لايبيجلوتس، او زي ما مكتوب من ايبيجلوتس لهايويد الاثنين صح، هو ليجامنت ربط ما بين الاثنين ماشي. اللي قدامنا ده البادي اوف هايويد بون المكسور، وده الايبيجلوتس اللي قدام كل دي هنا. طيب ثايرو ايبيجلوتيك ليجمنت الجزء اللي تحت ده، ادي ثايرويد كارتليج وادي الهايويد
الثايرو ابيبلوتيك ليجامنت. الانلت اوف ذا لارينكس لوكس باكورد ابورد انتو لارينجال بارت اوف فارينكس. هو احنا هنا متشال البوستيريور وول بتاع الفارينكس، عشان كده شايفين حتى النوز، شايفين الماوث كافيتي، شايفين هنا اللارينجال انلت، وادي اللارينجال انلت دايركتد ابورد زي ما بتشاف قدامنا، وباكورد لان احنا جايين من ناحيه الباك. وكده الجزء اللي ورا ده قلنا اللي يقابلها اللي هو اللارينجال فارينكس، خدناها كذا مره. الباوندرز بتاعت الانلت انتيريور الابر مارجن ابيجلوتيس، ادي الابر مارجن ابيجلوتيس ده الانتيريور. لاترال الاريبيجلوتيك فولد، الاريبيجلوتيك فولد، وادي الاريبيجلوتيك فولد لاترال على الناحيتين. بوستيريور اند بلو ميوكاس ممبرين بين الاريتينويد كارتليج، الاثنين مع بعض اللي هو ده بقى، ده الميوكاس ممبرين اللي بين الاريتينويد كارتليج. فكده الدايره دي تمثل الانلت اوف ذا لارينكس. الكافيتي اوف ذا لارينكس ديفايدد انتو فيستيبول اوف ذا لارينكس اكستنس فروم انلت لغايه الفيستيبولار فولد. يبقى ادي الانلت ده اللي انا عندها بالظبط الاريبلوتيك فولد، وانزل لغايه الفيستيبولار فولد، الاثنين ده على بعضين نسميها الفيستيبول. قلنا كلمه فيستيبول تساوي دهليز بالعربي او ممر. الريما فيستيبولي المسافه اللي ما بين بقى الفيستيبولار فولدز مع بعض بيسموها ريما فيستيبولي. الميدل بارت بتاع اللارنكس اكستنس فروم ليفل فيستيبولار فولد لغايه الليفل فوكال فولد، المسافه اللي ما بين الاثنين دول، الحته اللي معموله بالاسود دي، ده عباره عن الميدل بارت والكابيتي اوف ذا لارنكس. طيب اكستنس فروم ليفل فيستيبولار لليفل فوكال، نكمل بعد كده ريما جلوتيديز. ريما جلوتيديز اللي هي دي، هنا عندي الجاب بتوين ذا فوكال فولدز ان فرانت اند فوكال بروسيس اوف اريتينويد كارتريج باهين. يبقى اللي ما بين الفوكال الاثنين مع بعض وما بين الفوكال بروسيس اوف اريتينويد اللي وراها دي، المسافه اللي بينهم مع الناحيه الثانيه بنسميها ريما جلوتيديز. ساينس اوف ذا لارينكس سمول ريسيس بتوين الفيستيبولار فوكال اللي هو بالاسود بقى، ده الساينس. سمول ريسيس بتوين فيستيبولار اند فوكال فولدز اللي عليها هذا. طب تعالوا نشوف الدياجرامات الثانيه نستفيد منها. في الفوكال فولد وفيستيبولار، حاليا ادي الفيستيبولار وادي الفوكال اللي تحته. الفيستيبولار نهايه الفيستيبيول، والفوكال قلنا الابر اند بتاعت الكريكو سيرويد ليجامنت. المسافه اللي بينهم اللي على الجنب اهي، من الناحيه دي ومن الناحيه دي اللي هي الساينس، والساينس هطلع منها لفوق بسكيول. يعني هي الدياجرام بس صغيره شويه في الحته دي، او هنا مكتوبه نصا بصراحه، ادي الساينس وادي السكيول، عشان كده انا جبت دياجرام صح في الشكل العام شكل بعض، لكن في خلافات في الداتا الموجوده يعني. فالساينس طلع لي سكيول. سكيول اوف ذا لانكس سمول دايفيرتيكولم، يعني زي بروز صغير فروم ساينس اوف ذا لانكس. فكابيتي بتوين الفيستيبولار فولد والاريتينويد كارتريج، الفيستيبولار فوق والاريتينويد احنا هنا على الجنبين. طيب اللور بارت اوف كافيتي اوف ذا لارينكس فورمد باي انر سيرفس اوف كريكو سيرويد ليجامنت اند كريكويد كارتريج. هنا الجزء ده اللي تحت، ومن هنا اللي تحت، وهنا الجزء ده اللي بس متشال منه اللي بسمه. المسلز اوف ذا لارينكس بقى مجموعتين انترنسيك واكسترنسيك. اكسترنسيك ماسلز اوف ذا لارينكس ديفايدد انتو اليفيتور اوف ذا لارينكس وديبريسور اوف ذا لارينكس، يعني رافعه اللارينكس وخافضه اللارينكس. المجموعه الاولى دول اللي مكتوب فيهم لغايه رقم 7 دول اليفيتور لللارينكس، وبالمناسبه لما يرفعوا اللارينكس هيرفع الفارينكس، ينفعوا في لما خدنا قبل كده في حاله سوالوينج او ديجلوتيشن. الالفيتر دايجاستريك ماسل نمره 1، نمره 2 ستايلو هايويد، 3 مايلو هايويد، 4 جينيو هايويد، 5 ستايلو فرنجس، 6 سلبينجو فرنجس، 7 بلاتو فرنجس. ناخد فكره بسيطه كده، الدايجاستريك ماسل ليها تو بيلز، واحد انتيرو واثنين بوستيرو والثانيه بوستيرو، نمسكه في الايوبول عن طريق تندون في النص.
ستايلو هيود من اسمها في الهيود بون، مايلو هيود برضو في الهيود بون، جينيو هيود برضو في الهيود بون. يعني العضلات دي كلها دي فوق الهيود بون بالمناسبة، فترفع الهيود بون فبالتالي ترفع النيرفز سوبرا هيود زي ما بسمى. ستايلو فرنجس وسلبينجو فرنجس وبلات فرنجس نهايتهم الثيرويد كارتري، وبالتالي لما يرفعوا الثيرويد كارتري هيترفع النيرفز، وهم اصلا يتبعوا الول اوف ذا فرنجس وخدناهم مع الفرنجس. الدبريشن اوف ذا لارنكس ستيرنو ثيرويد ستيرنو هايويد امو هايويد، وامو هايويد لها سوبر بيلي وفير بيلي، فالفير بيلي الاثنين يعني السوبر والفيرو في تندون بينهم ويمسك في كلابيكلا، يعني دول بمعنى صح يشدوا اللارنكس لاسفل. بالمناسبه الامو هايويد خلاص بقى من اسمهم يعني بديتنا من الهايويد، بس هبدا من الهايويد لتحت. استيرنو هايويد جاي من استيرنو من الهيود، يعني برضه هشد لتحت. استيرنو ثيرويد يعني استيرنو من الثيرويد، انا هشد الثيرويد لتحت. يعني ممكن شبيه باللي فوق مع فرق الاعداد، انه عندي اللي ماسك في الهيود لا اما ماسكه في الثيرويد كارتر، نفس القصه هنا لا هيود بون اتسلف لا ثيرويد كارتر. اسيست الدبريس اوف ذا لاركس اسيستد باي الاستيك ريكويل اوف التركيب. كمان ان احنا لما نرفع اللارنكس لما اللي عملوا كونتراكشن ورفعوا اللارنكس حصل لهم ريلاكسيشن في رفعتهم كانوا شدوا التركيه معاهم. التركيه لما هتساب في نزول اللارنكس هي كمان هيحصل لها ما يسمى الاستيك ريكويل. دايما حاجه الاستيك لما انت تشدها تسيبها ترجع تاني. فكمان فاكتور تاني مع الدبريشن اوف ذا لارنكس. ولا ننسى كمان الافكت اوف جرافيتي دايما في الحاجات اللي فيها ديبريشن، وخصوصا لما اكون انا في الاناتوميكال بوزيشن يعني واحد واقف. الانترنسك ماسل اوف ذا لارنكس بقى ايه الفرق بين اكسترنسك وانترنسك؟ بالمناسبه اكسترنسك يعني ماسل جايه من بره الاورجن وانتهت جوه الاورجن، ده اللي خدناه من المجموعه اللي فاتت كلها. انترنسك اللي تبدا وتنتهي داخل نفس الاورجن، مشهوره القصه دايما انترنسك ماسل اوف ذا هاند، انترنسك ماسل اوف ذا تانج، انترنسك ماسل اوف ذا فوت، او حتى في الليجامنت مثلا عند الني جوينت انترنسك ليجامنت اوف ذا ني، اكسترنسك ماسل ليجامنت اوف ذا ني وهكذا. طيب الانترنسك ماسل قلنا كلهم بدايتهم ونهايتهم ينتهوا داخل اللارنكس، ينقسموا لمجموعتين. المجموعه الاولى ماسل كنترولنج اللارنجال انلت، يعني ماسل تتحكم في الانلت اوف ذا لارنكس، لا اما تعمل له ناروينج لا اما تعمل له وايدنج، لا تصغره تقفله لا تفتحه. مين اللي يعمل ناروينج وتشتغل ككونستريكتور؟ اوبليك اريتينويد ماسل. مين اللي تعمل وايدنينج بمعنى صح؟ الثيرو ابيجلوتيك ماسل. طيب الماسل كنترولنج الموفمنت اوف فوكال كورز، تتحكم في حركه الفوكال كورز السيلف بقى. كريكوثيرويد ماسل وتنسور تعمل له تنشن. ثيرو اريتينويد ريلاكسور تعمل له ريلاكسيشن. اللاترال كريكو اريتينويد ودي ادكتور. الترانسفيرس اريتينويد وبرضو ادكتور، ودي بالمناسبه بتجرب الاثنين اريتينويد على بعض بالتالي يجربوا الاثنين فوكال على بعض يعني معناها ادكتور. بوستيريور كريكو اريتينويد ابدكتور. الوحيده اللي بتعمل ابدكشن في كل المصل اللي شغاله على البوكال كورد البوستيريور كريكو اريتينويد، عشان دي ليها اهميه خاصه وبيسموها وان اوف ذا سيف مصل اوف ذا بادي، زيها زي كاردك مصل زي جينيو كريستس مصل. طب معمولين بشكل تاني بقى انترنسك ماسلز بالهاتف عشان اهميتهم الشديده بصراحه. تو ماسلز موديفاي اللارنجال انلت بصيغه جديده زي ما بنقول. ناروينج الانلت احنا بدينا هنا بالاكشن يعني. اوبليك اريتينويد ماسل يبقى اللي يعمل ناروينج للانلت الاوبليك اريتينويد ماسل، اللي يعمل وايدننج للانلت الثيرو ايبيجلوتيك ماسل. طيب في كمان خمسه ماسلز موف ذا فوكال كوردز فولس او كوردز. التنسنج الفوكال كورس يبقى كريكو ثايرويد ماسل، ريلاكسنج الفوكال كورس ثايرو ارتينويد فوكاليس ده جزء منها، الادكتنج ذا فوكال كورس اللاترال كريكو ارتينويد، ابدكتنج الفوكال كورس بقى بوستيريو كريكو ارتينويد، ابروكزيميت الارتينويد مع بعض وقلنا تنفع تعمل ادكشن الفوكال كورس ترانسفيرس ارتينويد ماسل. يبقى كده اتحط المصل بشكلين، لا اما ابدا المصل واشوف الاكشن بتاعها، لا اما عايز اكشن واشوف مين المصل اللي بعمله، ودي تخدمنا حتى في الامتحانات يعني.
في ام سي كيو، في سؤال انموريت، ايا كان وضع السؤال. طيب احنا خدنا المصل وخدنا الاكشن بتاعها. بصراحه قبل ما ابدا اتكلم عن بعض التفاصيل على المصل، كلهم سبلايد بالريكارنت لارينجال نيرف ما عدا كريكوسايت، وده المطلوب بصراحه من الطالب يبعرف. الاوريجن سيرش هنديه بس مهم عشان يعرف الاكشن جه ازاي، كان يعني غالبا ما بنطلبش دي في امتحانات مصري. الاوبليك اريتينويد ماسل اللي هي دي، ادي الاثنين اوبليك ماسل المتقطعين مع بعض دول زي ما بيقولوا، تطلع من ماسكولا بروسيس اريتينويد كارتليج، استفيد من الاس يبقى لازم لها علاقه بالاريتينويد، وشكلها اوبليك عشان كده اهي شكلها مايل، حتى عشان لما تيجي اللي بعديها دي ترانسفيرس يبقى دي شكلها بالعرض. اوبليك اريتينويد ماسل الاوريجن مره ثانيه ماسكولار بروسيس اوف اريتينويد كارتليج من الناحيه دي ومن الناحيه دي، طبعا كل واحده بواحده. الانسيرشن ايبكس اوف اوبوزيت اريتينويد، يعني اطلع من الاريتينويد اروح للثاني بس طالع من ناحيه البيز ناحيه الايبكس، يعني بديت من البيز طلعت للايبكس ومكمله فين بقى؟ الابيجلوتس عن طريق الاري بيجلوتيك فود، اكمل معاها وصلت للابيجلوتس اري ابيجلوتيك فود. يعني مش هتقول المصل ممكن نسميها اري بيجلوتيك مصل زي ما هو، وبالتالي تسمي اري بيجلوتيك مصل اللي هو الجزء اللي وصلنا من عند الاريتينويد لغايه الابيجلوتس. النيرف سبلاي ريكارنت نيرف خلاص بقى، وهنا على الدياجرام حطيت سهم بالاحمر عشان يبين لكم فين المصل الاسود. طيب الاكشن بقى اكت از ذا سفينكتر تو لارينجال انلت، وخدناه في الملخص اللي في اول المحاضره. وفين اللارينجال انلت؟ مره ثانيه وثالثه ورابعه زي ما بيقولوا الدايره دي اللي انا شايفها ده اللارينجال انلت، يعني انا هشد من الناحيه دي ودي هشد من الناحيه دي، هتجرب لي دول على بعض الاري جلوتيك فولس وبالتالي تقفل اللارينجال انلت. طب امتى صح نحتاج نقفله؟ لما يكون في فورم بودي او مثلا واحد بيبلع يبقى الاكل ينزل ناحيه الاسوفجس او اي جسم غريب ما ينزلش على ناحيه اللارنكس ويكمل على الريسبيرتوري سيستم. ملحوظه لارنجال انلت اوبنز از ا ريزلت اوف ريلاكسيشن اوف اوبليك اريتينويد مصر، يعني احنا عايزين نفتح اللارنجال انلت اللي عملوا كونتراكشن اللي يحصل له ريلاكسيشن اللي هو الاوبليك مصر، والالاستيك ريكويل اوف ليجامنت اوف اريتينويد كارتليج اند كريكويد كارتليج، والالاستيك ريكويل دول عباره عن كارتريج هيحصل لهم الاستيك ريكويل وبالتالي الاقي اتفتح الانلت اوف ذا لانكس. وطبعا بمساعده مين؟ المصل اللي هتيجي بعديها الثايرو ابيجلوتيك مصل. الثايرو ابيجلوتيك مصل تعمل وايدنينج خدناها في البدايه، تطلع من الميديال سيرفيس اوف ثايرويد كارتريج، ندور على السهم الاحمر اللي هنا ادي الثايرو ابيجلوتيك وكمل معاه مع الجزء من المصل اللي هو قدامنا ده، وده بالمناسبة المفتوحة عبارة عن ثايرويد كارتر اللامنة بتاعتها والأبركور باقي اللامنة ومكان الفاسيت بتاع الارتكوليشن اللي معاه الكريكويد كارتر، فهي الجزء اللي فوق ده من المصل طالع من ثايرويد راح ناحية إبيجلوتيس عشان كده بنسميه ثايرو إبيجلوتيك مصل. الانسيرشن لاترال مارجن اوبيجلوتس، وهي كمان داخله جوه الاري بيجلوتيك فولد كمان انسيرتد فيه. طيب النيرف سبلاي ريكارنت لارينجال نيرف، خلاص انا بقول احفظ طالما انا جوه اللاركس الكريكو سيرد مصل اكسترنال لارينجال نيرف، اي مصل تاني يجي اسمها زي ما بقول انا مغمض يبقى ريكارنت لارينجال نيرف. الاكشن وايدنز ذا انلت باي بولينج اريبوليتيك فولدز ابارت، توسع الانلت بانه تشد الاريبوليتيك فولد لبره. في ملحوظه سوبر فايدر اوف فايبرز اوف ثايرو اريتينويد ماسل باس انتو اريبوليتيك فولد اند سم اوف زم ريتش الابيجلوتس، وعشان كده ذيس فايبر كونستيتيوت الثايرو ابيجلوتيك ماسل. يعني انا لو شفت الاسمين دول ثايرو ابيجلوتيك تحتها ثايرو اريتينويد، ايه علاقه الاثنين ببعض؟ الثايرو ابيجلوتيك هم الابر فايبر بتوع الثايرو اريتينويد اللي كملوا لغايه ما وصلوا الابيجلوتس، عشان كده تسموا ثايرو ابيجلوتيك. التانيين وصلوا عند الاريتينويد
يبقى الجزء العلوي من الثيروارتينويد مثلا. بس هم الميزه بتاعتهم انه كملوا في الثير في الاريبلوتيك فورد عشان يوصلوا للابيجلوتيك ابيجلوتيس او ابيجلوتيك كارتلج، وبالتالي زي ما بقول خدوا الاسم. بالنسبة في الدياجرام ده في ملحوظة بس هقولها صح بره يعني ولها علاقة بالموضوع، ريكارنت لارينجال نيرف اللي هو جاي من تحت اللي داخل ده يغذي، ده قلنا يغذي كل المصر ما عدا كريكوسيرويد، وحد كمان الميوكس من البدن بتاع اللور بارت في اللانكس يعني. اما اللي جاي من فوق ده سنسيشن بس، انترنال لارينجال برانش من السوبر لارينجال، وده يدي ميوكس من البرين بتاع برضه الابر بارت او ذا لاركس اباف الوكال بارت الجزء الاعلى. كريكو ثيرويد مصر تنسر هتعمل تنشن الوكال بارت ازاي؟ نشوف الاتشمنت بتاعها، الاوريجين سايد اوبيكريكويد كارتلي تطلع من السايد اوبيكريكويد كارتلي قدامنا وهو تاني في الدياجرام التاني، وبعدين تمسك فين الانسيرشن بتاعها متقسمه لتو فايبر، جزء ابر وجزء لور. الفايبرز بتاعتها الابر فايبرز تروح للور بوردر وفي لامينا وفي ثيرويد كارتج، ده اللور بوردر بتاع اللامينا، ادي كلها اللامينا وفي ثيرويد خدناها قبل كده بالكورن بتاعتها اللي ممتده وتديني اسم مميز يعني الفيرو كورن وسوبر كورن. المهم اللامينا الانفير بوردر بتاعها اهو، السوبر بوردر الناحية التانية خدناها سابقا مع الثيرويد كارتليج، فماسكة في اللور بوردر واللامينا والثيرويد كارتليج، وبعدين اللور فايبر تمسك في الانفيريور كورن والثيرويد كارتليج، يبقى بالتالي العضلة دي هيشتغل ما بين كريكويد وثيرويد. بس الكريكويد بقى نشوف الدياجرام اللي تحت عاملة ارتكوليشن مع الاريتينويد، يبقى بالتالي الحركة بتاعت الاريتينويد هتتاثر بحركه كريكويد. الكريكويد ايه اللي بيحصل لها؟ لا اما بتبعد لا تجرب على الثيرويد، يبقى لو بعدت هتسحب معاها الاريتينويد، يبقى بالتالي هتشد على الفوكال كورد. جربت يبقى بالتالي الاريتينويد هتجرب، يبقى بالتالي هترخي الفوكال كورد. يبقى هي شغلها لما يحصل لها كونتراكشن انه تسحب الفوكال كورد تشده بمعنى صح تعمل له تنشن. يبقى الاكشن اوف فوكال كورد تنشن الاكشن اوف كريكوسيرويد اقصد تعمل تنشن للفوكال كورد، تبقى الفوكال كورد تنس الونجيتد فوكال كورد باي انكريزنج الديستانس بتوين الانجل اوف ثيرويد اند فوكال بروسيس اوف اريتينويد عن طريق الاكشن اللي تم على كريكويد. ده اللي احنا عايزين نفهمه في مصر. المهم يعني باختصار شديد كريكوسيرويد ماسل عضلة مميزة بصراحة، الوحيدة اللي أنا بشوفها من الاكسترنال سيرفيس اوف ذا لارينكس، ده شيء طبيعي بعد تشريح الجثة يعني وأطلع اللارينكس، الباقي كله بيتشاف من الداخل. الاسم بتاعها ليه دلالة، كريكوثيرويد يديني الاتشمنت بتاعها من كريكويد للثيرويد. النيرف سبلاي بتاعها مميز، تاخد نيرف وحيد اكسترنال رينجل نيرف، وهنا في ملحوظه على فكره امبريولوجي، المصل دي تطلع من الفورس برانكال ارش المسؤول عنها الاكسترنال رينجل نيرف او ده او السوبيرو بمعنى صح اللي هو ادى الاكسترنال يعني. لكن هنا الموتور بتاعها بالمناسبه ده الاكسترنال بتاعها كويس. طب باقي المصل الثانيه على فكره تطلع من السكس برانكال ارش اللي مسؤول عنه ميركارنت رينجل نيرف، يبقى نستفيد بالامبريولوجي ونفكركم بيه ان المانديبولار كان مسؤول عن الفيرست وكان الفيشن مسؤول عن السكن وجلوسوفارينجال عن الثير، وادي الفورس كريكو اللي هي ممثلها هنا بالمناسبه في يعني اقصد في الشغل بتاعنا بتاع اللارنكس كريكو سيرويد النيرف المسؤول عنها السوبر لارنجال نيرف، وهي تغذت عن طريق اكسترنال لارنجال، وبعدين المصل باقي المصل بتاعت اللارنكس كلها طالعه من سكس فارنجال ارش المسؤول عنها من الكارت لارنجال نيرف. ثيرو اريتينويد مصر ريلاكسور يعني تعمل ريلاكسيشن طبعا للفوكال كورد.
الاوليو بتاعها انر سيرفسوب انجل وثايرويد كارتج، عشان كده جت كلمه ثايرو. الانسيرشن انتيرو لاترال سيرفسوب اريتينويد كارتج، عشان كده جت كلمه اريتينويد، يعني بيجي ثايرو اريتينويد. وملحوظه في جزء منها ده ماسك في البوكال بروسيس اوف اريتينويد كارتج، عشان كده الجزء ده بنسميه بوكالز. تعال نشوفهم على الدياجرامات بقى، ثايرو اريتينويد ودي الثايرويد كارتج المقطوعه دي، والناس ما ادي جمالتها لغايه الجزء بتاعها اللي هو بستير، يعني الناحيه دي انتير الانجل بتاعتها، فهي طالعه من الانجل الثايرويد، يعني طالعه من الانتير ورايحه ناحيه مين بقى؟ ناحيه الاريتينويد، فتمسك في الانتيرو لاترال سيرفس اوف اريتينويد، جايه لها من الجنب كده، تمام؟ طيب لو احنا شفنا الدياجرام التاني، ادي مره تانيه من الانجل ثايرويد وادي الاريتينويد ومكمله لتحت زي ما احنا شايفين الانتيرو لاترال سيرفس، يبقى الاكشن ايه؟ انا هجرب الاريتينويد ناحيه الثايرويد، فتعمل ريلاكسيشن للبوكال كورد. الجزء اللي ماسك في البوكال كورد نفسه بنسميه بوكالس، هذا المصر اللي متحطة طالعة على الجنب، وهنا في الدياجرام اللي تحت بالمناسبة اللي هنا معمول منها مقطع فكأنها في الهواء زي ما بنقول، براها الثايرويد كارتج مقطوع، تمام؟ فدي تعمل ريلاكسيشن للبوكال كورد. النيرف سبلاي بتاعها ريكارنت لارينجال نيرف، هي زي العام مثلا. الاكشن شورتنز تقصر، وبالتالي انا اقول بالتالي بصراحه مش اند ريلاكسز الفوكال ليجامنت اللي احنا شرحناه على الدياجرام ده، باي بولينج اريتينويد كارتي توورد ثايرويد كارتي. انا لاترال كريكو اريتينويد، اللاترال كريكو اريتينويد تطلع من الابر بوردر ارش كريكويد كارتي اللي هي مقطوعه هنا، هي كريكويد كارتي تحتها في الدياجرام. انسيرشن في الماسكولار بروسيس اوف اريتينويد اللي هو ده، وانا اهتميت عشان يبان الاكشن بتاعها بصراحه. النيرف سبلاي بتاعها ريكارنت لارينجال نيرف زيها زي العام. الاكشن اللي موجود عند العنوان ده ادكتور، تعمل ادكشن البوكال كورد. ازاي تعمل ادكشن البوكال كورد بقى؟ نشرحه باي بولينج الماسكر بروسيس اريتينويد كارتريج فورورد كوزنج روتيشن اوف اريتينويد سو فوكال بروسيس موفز ميديالي. تعال نشوف المنظر ده بالمناسبه، يعني هي نعتبرها اللاترال شدد ده الناحيه دي، يبقى بالتالي البوكال بروسيس يدخل ناحيه الميديال سايد، وده ادي السهم بتاع الشد بتاعها اللاترال كريكو اريتينويد. ان تشد البوكال بروسيس اللي هو ده الماسكولار بروسيس اللي هو ده، تاخده تعمل له روتيشن، فتخلي البوكال بروسيس اللي هو ده يدخل ناحيه الميديال سايد. ميديال سايد يعني ادكشن. لو عكسنا في السهم الثاني بالمناسبه هيدينا العضله اللي بعديها بقى اللي هو البوستيريور كريكو اريتينويد، يبقى السعيد المسكولار بوسس هاخده الناحيه الثانيه، هو اللي يدخل ناحيه الميديال، فالبوكال بوسس هي اللي تطلع ناحيه اللاتر، يعني هنا روتيشن، كاني انا الاريتينويد عماله يحصل لها روتيشن في المكان اللي هي فيه ده، يا اما البوكال بوسس تطلع ميديال يا اما البوكال بوسس تطلع لاتر. لو ميديال تبقى تعمل ادكشن، لو البوكال بوسس طلعت لاترال تبقى تعمل ابدكشن. ادكشن لاترال كريكو اريتينويد، ابدكشن تبقى البوستيريور كريكو اريتينويد. الاثنين دول مع بعضهم بصراحه. يبقى اللي بيحصل انه من بعيد تاني الماسكر بوسس دي بيحصل لها روتيشن، يبقى تالي البوكال بوسس يحصل لها روتيشن. الاثنين يلفوا. مين اللي بتشغل؟ الماسكر بوسس في السعاده. هي اللي عملت الحركه دي. والعضله بتاعتنا المسؤوله في القصه دي اللاترال كريكو اريتينويد ادكتور اي دي دي. ترانسفيرس اريتينويد ادكشن برضه بس بطريقه ثانيه. اوريجين الباك والميديال سيرفيس اوف اريتينويد، ناخد نستفيد بالاسم، العضله المتخططه بالعرض دي او العضله اللي تحت اهي بالعرض، هتجرب ديل دي هي هتطلع من اريتينويد للاريتينويد الثاني. الباك وميديال سيرفيس اوبزيت اريتينويد، من اريتينويد لاريتينويد. فلما العضله دايما لما تحصل يحصل لك كونتاكشن تكسر، فمعنى انها تكسر يعني تجرب ببعض، يبقى جربت لي الاريتينويد على بعض، بالتالي جرب البوكال كورد على بعض بيجي ادكشن، يبقى هنا ادكشن ان دايركت على البوكال كورد. النيرف سبلاي كارنت لارينجال نيرف
الاكشن هون مشروع هنا ابلوكزيميت الارتميد كارتريكس، وبالتالي كلوزس البوستير بارتي ريما جلوتيديز واضيف عليها الدكشن بوكال كورد. بوستير الكريكو الاوتونويد اشهر عضله في كل بتوع المصل اوبزلاريس، ابدكتور الوحيده اللي تعمل ابدكشن بالرغم انها بتاخد من الركرنت لارنجال نيرف زيها زي اللي بيعملوا الدكشن. يقال انه البارشر فايبر بتاعت الركرنت لارنجال نيرف المسؤول عن النيرف سبلاي بتاع البوستير الكريكو الاوتونويد، عشان كده يعني في الليجن اوف ريكرنت لارنجال نيرف لما يكون بارشل اسوأ من لما يكون كومبليت، او نعكس لما يكون كومبليت احسن من لما يكون بارشل. anyway طيب الاوريجن بتاعها الباك اوف لامينا اوف كريكويد كارتليج اهي اللي موجوده عندنا فوق رغم من ظهر الكريكويد كارتليج. يبقى كريكويد كارتليج على فكره خدنا منها كريكو سيرويد، خدنا منها اللاترال كريكو اريتينويد، وادي كمان البوستيريو كريكو اريتينويد. الانسيرشن ماسكر بروسيس واريتينويد اللي هو موجود على اللاترال سايد اللي هو هنا بقى خلف المقطع المقطوع. بس النيرف سبلاي ريكارنت الاكشن ابدكشن بوكال كورد باي بولينج الماسكر بوسيف اريتينويد كارتلي كوزنج روتيشن اريتينويد سو ذات البوكال بوسيف موف لاترالي. يبقى انا اتوقع دي مشدوده كده وبالتالي البوكال كورد شايف السحب لبره انه ما فيش غيرها المفروض العامل ابدكشن البوكال كورد. واعيد تاني انا شدينا دي كده بقى فخلينا البوكال بروسيس تطلع لبره. وده المنظر طبعا بوكال بروسيس في حاله ابدكشن. arterial supply of the larynx superior laryngeal artery وده جاي من السوبر سيرود ارتري مكسينال كاروتيد ارتري. اه هذه اللي نعرف الاتجاهات بتاعتنا كومن كاروتيد ادى انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد. اكسترنال كاروتيد ادى سوبيرو ثيرويد ارتي. سوبيرو ثيرويد ارتي هيديني السوبير لارنجال ارتي اللي هيدخل مع الانترنال لارنجال نيرف عن طريق فتحه موجوده في الثيرويد ميمبرين وغذي الانترنال سيرفس اوف ذا لارنكس وده امتداد السوبيرو ثيرويد ارتي. الناحيه الثانيه بالمناسبه في كريكو ثيرويد ارتي ده جاي من السوبيل سيرويد ارتي سبلاي كريكو سيرويد ماسل. الارتي اللي معايا ده كمان بيديني برانش غذي كريكو سيرويد ماسل. الانفيرور لارنجال ارتري انفيرور ثيرويد ارتري جاي من الثيرو سيرفيكال ترانك اللي جاي من الفيرست بار سب كليفن ارتري وده اكمباني الانفيرور لارنجال نير تيرماني برانش اوف ريكارنت لارنجال نير اللي سبلاي زي ميوكس ممبرين وماسل في الانفيرور بار اوف ذا رانكس. تعال نشوف ادي الفيرست بار سب كليفن ارتري واداني ثيرو سيرفيكال ترانك اللي يدي سوبرا سكابولار ارتو مع سوبرا فيشل سيرفيكال وهو يكمل بقى انفيريور ثيرويد ارتو. انفيريور ثيرويد ارتو ده اللي امتداده لفوق اهو وكمان ادي كمالته هنا المفروض بيديني الديب سيرفيكال بالمناسبه اللي فوق ده بيدي برانش بيسموه انفيريور لارنجل ارتري انفيريور لارنجل ارتري يمشي مع نيرف اسمه انفيرو لارنجال نير عمل فيه تشابه ما بينه وبين اللي فوق مش موجود بصراحه في الدياجرام ديب للكومن كاروتيد اللي قدامنا ده بصراحه وده هيروح يغذي اللور بارت اوف ذا لارنكس الميوكس ممبرين ومصل. باختصار شديد يعني عندي ثلاثه ارتيريال سبلاي تو ذا لارنكس سوبيرو لارنجال ويجي من سوبيرو سايرو فير لارنجال ويجي من فير سايرو سوبيرو لارنجال يتبع اكسترنال كاروتيد فير لارنجال يتبع السب كليفن يعني كان خدنا من السب كليفن وخدنا من الاكسترنال كاروتيد ودي ميزه بالمناسبه مش عارف. اما كريكو سايرو ده برانش يعني كان ممكن حتى ما تحطلوش رقم يعني انه يتبع السوبيرو لارنجال في الاصل ده يعني او سوبيرو سايرو خلينا واضحين يعني ان السوبيرو سايرو اللي هو تبع الاكسترنال كاروتيد. النيرف سبلاي الفيجاس نيرف هو الاساس سنسور النيرف سبلاي وموتور النيرف سبلاي. السنسور ميوكس ممبرين اباف فوكال كور انترنال لارنجال نيرف مره ثانيه وثالثه ورابعه اللي اخترق الثيرويد ممبرين اللي قدامنا ده وكان معاه خدناها المره اللي فاتت سوبير لارنجال ارتري. طيب الميوكس ممبرين بلو البوكال كورد الريكارنت لارنجال نيرف اللي قلنا في الاخر السامة انفيرو لارنجال نيرف
انا خليني مع ذكرى الترنجل حسب ما كل الكتب ماشيه بصراحه. وكانت الترنجل حيدي ميوكس من برين ويدي بس. هنا معمول في الدياجرام بالمناسبه كانت الترنجل الجزء اللي عمل السنسيشن وكانت الترنجل اللي حيدي كل المصر بقى من فوق ولتحت. طيب يبقى عيد تاني السنسور نيرف سبلاي ميوكس ميمبرين اباف فوكال كورد انتير لارنجال برانش اوف سوبر لارنجال نيرف ميوكس ميمبرين لو الفوكال كورد كانت لارنجال نيرف اللي طالع من الفيجاس وده برضه سوبر لارنجال طالع من الفيجاس يعني من الاخر زي ما قلنا فيجاس. الموتور نيرف سبلاي الجمله الشهيره دي اول انترنسك ماسلز اوف ذا لارنكس از ذا كانت لارنجال نيرف اكسبت كريكوسيرويد ماسل which is supplied by external laryngeal nerve وده برانش من السوبر لارنجال نيرف. وادي يا سيدي السوبر لارنجال قلنا ادى انترنال والبرانش بتاعه external laryngeal اللي راح لكريكوسيرويد ماسل. ده الناحية التانية اللي كانت ده بتاع هيكمل ماسل تانية يعني باختصار شديد اللارنكس كله عبارة عن فيجاس نيرف. وعيد الجمله قلتها اثناء شرح المحاضره انه هنا بقى نستعين تاني بالامبريولوجي انه عندي الاكسترنال او السوبر لارنج المسؤول عن البرانكال ارش رقم 4 المصل الوحيده اللي بيديها كريكوسيريد ماسل النيرف اللي يديها في الساعد اكسترنال لارنج اللي طالع برانش من السوبر لارنج المصل الباقيه كلها اللي بتطلع من نمره 6 برانكال ارش والنيرف المسؤول عنها هو الريكارنت لارنجال. ولا ننسى الريكارنت في موتور وفي سنسور. الفينز اوف ذا لارنكس لارنجال فينز اكمباني لارنجال ارتيز. سوبر لارنجال فين يوجوالي جوينز سوبر ثيرويد فين اند ثرو ات درينز انتو انترنال لارنجال فين. تعال نشوف من هنا بقى ادي السوبر لارنجل فين يعني عند الثيرويد هو بصراحه الاسماء خدت الاسم من الثيرويد السوبيريور ثيرويد فين في سكته هياخد سوبر لارنجل فين. المهم في الاخر سواء جاي من جوه سواء من بره المهم سوبر لارنجل فين اهو صب في السوبر ثيرويد فين ويروح للانترنال جاجولار فين. Inferior laryngeal vein بقى joins inferior thyroid vein أو venous plexus of veins على الأنتيرو أسبكت بالتركية وفي الآخر emitted في الليفت بريتروسيفاليك فين. وأدي نشوف المفروض الجزء اللي تحت جاي من الظهر أهو inferior laryngeal vein واتحد مع الانفيرو thyroid vein ولو كملت لتحت هنا بالمناسبة الليفت بريتروسيفاليك فين. وادي رايت بريكوس فالجوين اللي اتحدوا مع بعض عملوا سوبير فينا كافي. يبقى مرة تانية سوبير لارنجال فين هيصب في السوبير سيرويد فين ويروح للانترنال جاجولار فين. الانفير لارنجال فين مرة تانية هيتحد مع الانفير سيرويد فين او الفينز اللي قدام التركية اللي احنا شايفينها دي ويديني فين يصب في ليفت بريكوس فالج فين. طب ليه ما صبش في الرايت؟ الليفت بالمناسبة عامل كروس من ليفت ناحية الرايت وأطول من الرايت ضعفه بالمناسبة. أدي الرايت الاتنين اللي بيتحدوا اللي بيعملوا دي سبيرو فينا كام فلوجيك إن هو يصب في الليفت ما يصبش في الرايت. يعني هو نازل في الميدان بلين مين اللي قبله في سكته؟ الليفت بريكوسيفاليك فين. ملحوظة زي ما بقول أنا عندي اثنين سوبيرو ثيرويد فينز ولكن عندي واحد بس انفيرو ثيرويد فين. يعني بمناسبة الدياجرام كمان يعني دي ملحوظة بره الموضوع بتاعنا في ميدل ثيرويد فين ده طبعا مع الثيرويد جلاند وبيصب في الترنال جاجولار كمان. الليمف درينج اوف ذا لارينكس ديب سيرفايكال ليمف نودز. الديب سيرفايكال ليمف نودز بالمناسبة بتمشي مع الانترنال جاجولار فين. مجموعتين لارنجال ليمف نو فيزلز سوبيريور تو فوكال كورد يعني معلش ليفل مهم جدا 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 في اللارنكس الفوكال كورد اباف فوكال كورد بلو فوكال كورد.
الابابيل بوكال كورد ده كان بنسبير لارينجال ارتري سلو سايروس هايود ممبرين ودرين انتو سوبيريور ديب سيرفايكال ليمف نودز. بالنسبه للليمف فيزلز انفيريور للبوكال فولد او بوكال كورد ايا كان الاسم درين انتو بري تراكيال وبارا تراكيال ليمف نودز بري يعني قدامها بارا يعني على الجنبين منها وتشدرين انتو انفيريور ديب سيرفايكال ليمف نودز. مهم في الاخر كله يهمنا ديب سيرفايكال نودز سواء سوبيريور سواء انفيريور. لو احنا قرينا الاس لارينجال ليمف نود وفي هنا تراكيال بقى تكل بري بارا في الاخر الديب سيرفايكال ليمف نودز. بالمناسبه الليمفز بتاعتها بتكمل للجاجولار ليمف ترانك او تكمل للجاجولار ليمف ترانك. ايه تشينج سوب ذا لارنكس او ان ذا لارنكس ايه التغيرات اللي بتحصل في اللارنكس بقى؟ ذا لارنكس جروز ستيدلي طبعا حنجره تنمو بثبات انتل بروكزيميتلي 3 years of age لقرب حوالي 3 سنين من العمر after which time little growth occurs until approximately 12 years of age. بعد الثلاث سنين يعني نمو صغير بيحصل لغاية قرب ال 12 سنة من العمر. Before puberty قبل البلوغ no major laryngeal 6 differences exist يعني لغاية العمر ده تقريبا ما فيش فروق كبيرة بين صوت الولد والبنت. Owing to presence of testosterone at puberty in males نتيجة لوجود التستيرون بقى عند البلوغ في الميل ده بيفرز طبعا بالتستس. Walls of larynx strengthen and the laryngeal cavity enlarges الجدران بتاعة اللارينكس اللي هي الحنجرة بتتقوى والتجويف بتاع الحنجرة كمان بيوسع أو بيزيد. There is only a slight increase in size of larynx of most girls. في زيادة صغيرة في الحجم للحنجرة في معظم البنات. يعني النمو الحقيقي في الحنجرة يحصل في الولاد وده نتيجة افراز التستوستيرون اللي بيحصل عند بيوبرتي. وبيوبرتي بالمناسبة الماتوريشن اوف فيميل سكس اورجنز. ده يقال ان هو من 14 ل 16 في الفيميل ومن 16 ل 18 في الميل. بالمناسبه بيوبرتي تسبق في الفيميل عن الميل. فعند بيوبرتي بقى الجديد انه بيتكون تستوستيرون يفرز عن طريق التستوستيرون. ان بويز بقى اول لارنجال كارتليج لارج في الولاد معظم الغضاريف بتاعت الحنجره تكبر. ولارنجال بروميننس اللي هو قلنا عليه تفاحه ادم البروز بتاع اللارنكس اللي موجود في الثيرويد بالتحديد becomes conspicuous يبقى واسع in most males. Anterior posterior diameter كمان ريماجلوتيديز قلنا ريماجلوتيديز المسافه اللي ما بين التو vocal cords. Anterior posterior تزيد almost doubles its pre pubescent measurement in males. يعني ممكن يبقى قرب الضعف طوله قبل البلوغ في المال قبل الفتره دي بتاعت المراه. الفوكال فولد لينكسنينج الاحبال الصوتيه يعني بتطول عند ثيكنينج وتتخن بروبونشالي اند ابرابتلي نسبيا وفجائيا. This growth accounts for voice changes. النمو ده هو المسؤول عن التغيرات الصوتيه ذات اوكير ان ميلز التي تحدث في الولاد. بيتش تيبيكالي بيكامز ان اوكتيف لور ده كمان كلام يفهموه بالذات بتوع المطربين ولا الناس بتوع الصوتيات يعني. البيتش فويس اوف ايرون نوكس ميلز هوز تيستس هاف نوت ديفلوبد هنا مقصود بقى الميلز اللي عندهم مشاكل في التيستس اللي هم الميلز الغير ماتيور اجونيدا الميلز يعني الميلز ما عندهمش تيستس does not become lower without administration of male hormones. البيتش بتاع الفويس بتاعهم ما يبقاش اقل بدون ما ياخدوا الميل هرمونز اللي هي التستوستيرون. الثيرويد والكريكويد وموست باراتينويد كارتليج اوسيفاي از ايج ادفانسز. الثيرويد والكريكويد ومعظم الاراتينويد كارتليج يحصل لها اوسيفيكيشن. احنا قلنا دول عباره عن كارتليج.
فيحصل له موسيفيكيشن مع العمر. وده على فكره برضه المسؤول عن تغيير الصوت في السن الكبير الشيوخ في الايجنج يعني افتر 60 كومانسينج ات 25 years of age الثيرويد كارتج، ويبدا بدري بدري بصراحه في الثيرويد كارتج عند عمر 25 سنه يبدا يحصل موسيفيكيشن. باي 65 عند عمر 65 بقى باي 65 years of age the cartilages are frequently visible in radiographs. الكارتج ده عادة تبقى مرئية في الأشعات اللي بتتعمل راديوغرافس، يعني الأشعة العادية اللي بنعملها للعيانين أو للبني آدمين عامة مش لازم عيان. معنى إنها فيزيبل يعني معناها حصل لها أوسيفيكيشن، يعني بقت زيها زي البون، المفروض تبقى انفيزيبل. ثانك يو، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، أتمنى أكون وفقت في المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.